طفل منهم قال انا عارف كل حاجه وعارف مين بيقتل الاطفال دي عصابه متخصصه في اختطاف الاطفال، ورئيس العصابه دي اسمه التوربيني، وانا كنت فرد من العصابه دي بس هربت منهم عشان خايف للتوربيني يقتلني. قال لهم التوربيني بيلم الاطفال المتشرده واللي مالهمش مأوى وبيسرحهم في الشوارع يشحتوا، اخر اليوم يلم منهم الفلوس. التوربيني كان بيحب يعتدي على الاطفال، كان يجيب اي طفل يطلعه معاه فوق القطر يعتدي عليه وبعدين يرميه من فوق القطر. طب هو ليه بيعمل كده؟ اسمه الحقيقي رمضان وكان طفل غلبان وكويس، كان شغال قهوجي في قهوه جنب القطر، ولكن كان في بلطجي اسمه عبده التوربيني كان على طول بيضرب رمضان وياخد منه الفلوس. في يوم عبده خد رمضان وطلعوا فوق القطر اعتدى عليه ورماه من فوق القطر، ولحسن حظه رمضان ما ماتش، عينيه بس اتصابت ولكن الطيبه اللي جواه هي اللي ماتت وتحول لشيطان بشري. قرر يعمل اللي اتعمل فيه في كل الاطفال واطلق على نفسه التوربيني، وبعدها الشرطه قبضت عليه واعترف بكل حاجه.